السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نتمنى لكم بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله. كي درتوا مع الدخول المدرسي؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم فيديو ديال التقديه. راه كتبوا لي البنات وانا قلت باقا ما تقديتش. بالاماره تلاقيت البارح الجمعه مشيت تقديت من اساتذه، تلاقيت مع واحد جوج متتبعات اليوم اخواتات، قيله زهره ولبنى وليمونه، والله ما عقلت المهم بقات غير زهره. اليوم مشيت نتقدى الخضر تلاقيت مع مستبيعه اخرى عطيني في السوق. التقديه ديال الخضره تقريبا في واحد السيمانه ولا 10 ايام. انا واحد نص كيلو ديال السلاوي، انا السلاوي ماشي كلشي كياكلو، غنحيد منه وحيده. دابا غنديرها في الكسكسو، كرميه هو الاخر بحالو بحال القرعه، تصور القرعه السلاويه حيت كيطيب بالزربه. الكسكسو درتو اليوم الصراحه، اليوم السبت كنت ناويه نمشي لدارنا وكانت حنا اختي قالت لي جي نديرو كسكسو بالقديد، كنت باغا نمشي الساعه ما بقى فيا ما يمشي، عييت صافي قلت لها لا اختي راه ما غنجيش، عيطت لها قلت لها ما جاياش صافي غندير للدراري كسكسو. البارح الجمعه ما كلاوش. هيا هاد الخيزوات ها هما هنا ديال الكسكسو، وهادو غادي نديرهم في ميكا اخرى ونخليهم حتى لغدا ان شاء الله ندير بهم طويجين بسلاوي. هنا عندي البنات كيلو ديال الدنجال، وعندي تقريبا شي نص كيلو في الثلاجة. المهم الدنجال كيعجبني كنديرو زعلوك، كنديرو بعض المرات نقلي. واحد جوج درهم ديال البروج، هاد البروج غنقي دابا، نقيه ونغسلو ونسقطرو مزيان ونديرو في الميكا. القريعة ما شريتهاش، كانوا عندي هاد الجوج في الثلاجة، انا هاد الجوج غندير بهم طويجين ان شاء الله، يعني ما كاينلاش نشريها وتخسر ليا. هادي واحد جوج درهم ديال الربيع. هنا عندي واحد شوية الحامض وشوية الصفرج، هاد الحامض كنت شاريه نص كيلو بقاو فيه هادو، معاود شريتو. وهاد الصفرج شريتو قبل من العيد البنات، وشريتو خضر كان اللون تاعو خضر، شوفوا اللون تاعو كي ولا دابا، هذا راه باقي صالح. كندير جوج صفرجات كندير وحيده، الا كانت دابا هادي كبيره غندير غير وحده، الا كانوا صغار كندير جوج. نحرك الحيمه في البرمه، خصني نقي الخضر دابا نكمل معكم التقديه وعاد نقي الخضر. التقديه راه طلبتها ليا واحد الاخت كنت تشاركي معنا في التقديه، المهم ها تقديتي هاد، راه ماشي شي تقديه كثيره، لان اصلا دابا ما كاينش الجلبانه، ما كاينش شي فلور، ما كاينش، كاين اللوبيا والسلاوي والسفرجل، هادي الخضره اللي كاينه وكاينه الملوخيه. الملوخيه ما تياكلوهاش ليا الدراري. انا عندي هنا نص كيلو ديال اللفس، غندير وحده صافي، ما كياكلوش اللفس غير كنبنن بيه كسكسو صافي. هذا واحد جوج كيلو ديال الخيزو، حيدت منه داكشي اللي غندير. هادي ميكا جديده ديالتي درتو فيها. هذا كيلو ديال الخيار نديرو به شلاضه ان شاء الله. هذا نص كيلو ديال اللوبيا في نص كيلو اخر. اللوبيا غنقادها دابا، كنشدها كنغسلها وكنطلعها في واحد في شويه الماء، غير واحد الغاليه هكا، وكنديرها في بواطه بالماء ديالها اللي تسلقات فيه. كتسلقاش بزاف باش ما طيبش، هي شويه صافي. داك الماء كنشدها كنحتفظ بداك الماء ديالها، وكتبقى عندي في الثلاجه الوقت اللي بغيت نخضر بالطاجين ولا ندير شلاضه ولا كنهز شويه منها، كتبقى مده طويله ما كتخسرش. هادي واحد الرابعه د القرعه غنديرها دابا. دي فلفله عطاها ليا غير خدا، كنتغدى عنده مبارك كيعرفوا البنات، قال لي ديرها في كسكسو. وهادي شريت نص كيلو، نص كيلو في نص كيلو اختي، نص كيلو في نص كيلو بغيت نرقدها، تبقى عندي فلفله حاره في الثلاجه صافي. هادي هي التقديره اللي جبت. والبطاطا جبت البطاطا، ها هي جبت هنا جوج كيلو ديال البصله، ها هي البطاطا خديت 3 كيلو. هادي ديال الطاجين، وهذه ديال القليان، هذه واحد شويه شهبه ديال الطاجين ديال القليان، وهذه اللي هكا مسربه بزاف ديال الطاجين. وكاينه البيضه ديال 6 دراهم ما جاتش صافي. جبت المطيشه، جبت 2 كيلو ديال المطيشه، ها هي. وكانت عندي شي حاجه في الثلاجه، درت لها شويه الخلف واحد الزويف ومسحتها كامل ودرتها هنايا. هذه فلفله كانت عندي كنت شاريها قبل، ها هي شاريها قبل 5 دراهم يمكن من 10 دراهم، معاود شريت فلفله. هذه بركه داكشي اللي ما عنديش هو اللي شريت، واللي عندي ما شريتوش. بالنسبه لهاد التقديه تقدر ديري لكم كما قلت لكم سيمانات راه 10 ايام، ماشي ديما مرقه وماشي ديما الحوت وماشي ديما كسكسو، كنبقى كل مره نوعو شويه هكا وشويه هكا، وما كنديرش العشاء. الديسير ها اللي جبت، مره كندير الخوخ، مره كندير، مره ندير لها نجيب عنب. هنا خديت كيلو تاع العنب مخلط ديال 12 درهم الكيلو، وهذه واحد النهايه ديال 6 دراهم الكيلو، جبت واحده كبيره. هادي كنديرها ما كنقطعهاش نهار واحد، كنقطع في يومين حيت كبيره صافي. هذا هو هادي التقديه، غادي ندوز دابا نمسحها كما قلت لكم، نبدل لها الميكا ونديرها في الثلاجه ونقطع الخضره ديال الكسكسو. هانتوما معايا غنسالي هذا الشيء وندوز نوريكم التقديه الاخرى ان شاء الله. يا البنات انا راني درت اللوبيا نقيتها كامله، والكسكسو بقات لي غير الفوره الاخرى هي هادي غنديرها. هنا جبت الدجاج، جبت جوج فارج، وغادي ندير قطعتهم تقطيعه ديال الطاجين، تقريبا طلعوا لي ب 70 درهم جوج.
صافي شويه غادي نوصلو يجي ساهل. وخذوا فروج البنات، ما تاخذوش الدجاجه، الدجاجه كتكون مشحن بزاف، راه دايره 12 درهم الكيلو، راه ما غاديش. صافي يا البنات غنشارك معكم التقدير هاد الشهر. خديت البنات ها كيلو من هذا، تقريبا كندير رابعه، هذا كنديرو مره في السيمانه حتى جوج مرات. الزرع هو ماشي مهرس، هذا القمح ماشي مهرس، راه صين. انا كنردت واش كيطيب بزغيه اولا كما كيديروا في مراكش، كيردوا فوق البوطه، كيشعلوا عليه واحد شويه وكيسدوا وكيخليوه حتى الليل او الصباح وكيطيبوه بالزربه كيطيب. الله ما عرفتش بشحال، المهم خديت من كيلو، وكيلو ديال الحمص ها هو، وخديت البنات جوج كمامات هنا، بانوا لي زوينين، بان لي الثوب تاعهم زوين، دايرين 12 درهم هكا البنت المدرسه نصب ليها هكا، قالك هادو كيتصبنوا. خديت جوج ب 12 درهم، وماشي تشوف حق بانوا لي بحال الحرير بحال. شوف خدت باكيه واحد ديال الخميره، وعندي باكيه ما زدتش باكيه اخرى، وخديت جوج كيلو ديال السنيده، وعندي كيلو جو خديت غير جوج هاد المره. بالنسبه للطون خديت غير هاد الطون هذا المهرس، تيكون هكا مدقدق ولكن زوين، هاد الطامه اللي تيعجبني ريحته زوينه وبنته زوينه، ما فيش ديك الريحه المجهده. هذا تيكون ناقص على طام لي صاين، هذا داير 360 ريال، والاخر داير شي 21 درهم. خديت واحد الحك تاع نيده بالحق غير صغيور، باقي شي 1900 شي حاجه، هذا كنبغي نصاوبيه نيسلي، كنبغي غندير نخدم به الشعريه في حبل الحليب محمصه الحليب، كينفعني واقتصادي على دوك السيتروات ديال الحليب. هذا شفتو الريحان، هاد البسكوي ديال 4 دراهم ونص، زوين في المذاق ديالو. هاد لي لانجيت هادو كنبغي نخرجهم معايا انا، هكا ملي كنخرج برا كنبقى مسح بهم يدي ساردين، ما كيعقموش ولكن غير كنبغي نمسح بهم يدي. وخديت هذا بان لي اقتصادي وفيه بزاف، فيه تقريبا 1000 مليلتر، يعني فيه اترون، خديتو ب 12 درهم، في ريحة الفاني زوينه ريحتو. داك النهار جبت البنات جوج لعقلتو، وما تقديش شهرين، والصراحه داك التقدي ديال شهرين خرجت ليا زوينه. باقي عندي شويه من داك الصابون اللي بحال هذا، ومني خوا نعمر القرعه ونخلي هذا، نقسمو على جوج. خدت مايزينا هادي تقريبا، باقي عندي واحد شويه من القديمه، وخديت هادي. هذا البنات خديتها باش نصوب هذيك الحلوه ديال لاكريم اللي كنت شاركت معكم غير الصوره ديالها، وقالوا لي بنت حطيها معنا، انا غادي نحطها معكم. خديت الليمون ها هو، حيت الليمون الاخر ما كاينش وغالي بزاف ما يخرجش ليا، خديت هذا باش نصيبها معكم بالكريمه ديال الليمون وبالكريمه هذه، واحد الكريمه الثالثه. ان شاء الله الفيديو اللي مورا التقديم ننزل معكم هذيك الحليوه، حيت صراحه كتجي زوينه بزاف. هاد القهوه راه زوينه، دايره تقريبا شي 21 درهم، هي ماشي نيسكافي، ما هي الماركه ديالها. المهم زوينه قهوتها زوينه. خديت جوج باكيات ديال الخميره جوج، وخديت هنا هاد المطاغ هذا كيعجبني، كنرقد فيه الدجاج كيجي بنين بزاف ولا دان ولا. والمطاغ ما بقاش عندي، خديت هذا على حساب هكا الفريت ولا، وهذا بغيت نصاوب حليوه على حساب المدرسه للريحانه. جوج باكيات ديال السكر، انا السكر ما كنستهلكوش بزاف، جوج كيديو ليا شهر. وخديت هاد الصابون هذا بتقريبا شي 17 درهم، هذا بالنسبه للعمال ما كنبغيو التدواش وداك الشيء. واحد القريعه ديال الخل تقريبا، كنت خديت هذا البيدو شهرين دابا، وتقاد ليا راه شافوا معايا البنات ملي جيتو. تقريبا دابا غادي نعمر اطرو، ماشي كل جافي، غنعمر اطرو ونخلي واحد شويه نزيد الماء. زوين زوين كيخرج الحوايج هكا، الطبع ديال السريبتات داك الشيء كيخرجهم، فوق هذا الشيء حار، دير تقريبا شي 20 درهم هذا. هاد الزيت البنات انا كناخدو على قبل القليان، انا ديما كنشاركو معاكم من ايامات مراكش، تقريبا هادي كدير ليا شهرين، ما بقيتش كنقلي بزاف، نادرا فين كنقلي. تقريبا الفريت يلا قليتها وشي شهر ما قليتهاش، المهم شحال هادي. وخديت جوج، باقي عندي جوج حك ديال المطيشه، بما ان دابا المطيشه شويه غاليه ما كنخدموش بها بزاف، خديت حك ديال المطيشه. وخديت ثلاثه ديال لي صوص جوج ب 300 درهم 15 درهم. وخديت هاد الشكلاطه البنات، هذا كنخدمو به هكا بحال دوك هادوك الكيكات اللي في المول العجيب، كنزيدهم في لاكريم باتيسير كيعطي واحد المذاق زوين، ممكن نخدم به. كاين هذا جوج كيلو ب 45 درهم، وإلا خديتو كيلو ب 36 درهم، يعني من الأحسن تاخدو جوج كيلو اقتصادية على كيلو. الحين باقي عندي تقريبا شي 10 كيلو ديال الفورس ما شريتوش، وباقي عندي 5 كيلو ديال الفينو أو الأكثر، لا باقي عندي كثر واحد 10 كيلو يلاه خديت منها، وما غاديش نشري الفينو دابا، وما غنمشيش الفورس دابا حتى لاخر الشهر عاد نتقدم ان شاء الله للشهر الاخر. والقمح باقي عندي واحد الصطيله عامره قلتو ليا مسكينه امي، وصافي وخديت السميده ديال الحلوه، السميده كنبغي ندير بها البغرين، نبغي ندير بها الحرشه هكا البوطي، خديت هنا 10 كيلو 5 كيلو
شفتيوش عليا راني نتيها لكم عتمي هذه 5 كيلو ديال السميده. ملي كناخذوا السميده في هذه الخنشه كطلع اقتصاديه على الخنشه ديال الكاغط، حيت هذا كيكون هذا لومبالاج هذا شويه رخيص، تقريبا هاني دايره شي 32 مع 34. اما الا خدينا في الخنشه ديال الكاغط دايره تقريبا 40 درهم. والزيت بطبيعه الحال ها هو، خديت هنا 5 لتر ديال الزيت للريمون. وهنا لي بات، هذه ماشي لي بات، هذا الكسكسو ديال البلبوله، الكسكسو مكسكس ديال البلبوله كنشري بحال هكا ها هو. وبعض المرات كندير البلبوله، هذا كيعجبني انا على البلبوله كيجيني هذا زوين. وخديت لي بات تقريبا، خديت الشعريه محمصه وديك المجعبه وواحد الوحده اخرى هكا طويله، هادو كنبغيهم الليل يعني كنلقى ما ندير كنمشي لي بات كتجيني احسن حاجه. وصافي وليت درتها البنات جديده هكا العشاء، اقتراحات العشاء ولا شربات ولا غنشاركها معاكم. وخلاص عندي الفول وعندي جلبه انا ما شريتهمش، العدس باقي عندي ما جبتوش، واللوبيا باقي عندي كيلو صاين من داك الشهر اللي فات نوريه لكم، ماشي من داك الشهر، من داك الشهر اللي قبل، حيت كان عندي كيلو خدمت به وبقى لي كيلو نوريها لكم. باقي عندي هادي وباقي عندي واحد نص كيلو، ها هي اللوبيا باقي عندي كيلو. الزبده البنات هزيت الزبده وتسميت غدا بها ونقلبها في لاكيس، ونلقى لقيت 31 شهر 10 وجوج كيلو ونص تاع الزبده دايره 130 درهم ونرجعها، حيت ما غنخدمش انا بجوج كيلو ونص تقريبا شهر 9 و10 غتبقى عندي شي حاجه، حيت انا باقي عندي شي حاجه ديال من داك القديمه. وصافي خليتها ما جبتهاش، باقي عندي شي نص كيلو ديال الزبده قلت غنخدم به، ملي نلقى شي كيلو هكا في اسيمه ولا في بيم ولا نشريه. صافي هذه تقضيه شاركتها معاكم، ما طلعتش لي كما قلت لكم تقريبا جايه 700 درهم في هادشي كلو اللي شفتو الا البيض. ها هو البيض خديتو من عند مول البيض قبيله، خديت بلاطو ديال البيض وما فيهاش الدجاج. وصافي هادشي اللي كاين. وهذا القرعه ديال الكونفيتير ها هي، غادي نحلها ونديرها في حك ديال الدجاج. وصافي الله يجعل البركه، اللهم اديمها نعم وحفظها من الزوال. الشكل هذاك الفرماج شريتو راني شاركتو معاكم ديال الخبز والفرماج ديال البيتزا وداك الشيء ديال الموتزاريلا شريتو ما غنشريش. وخديت هذا كان بروموسيون جوج ب 35 درهم، هذا راه كنبغي انا غير السياق ولا صبنت هكا شي حاجه في الدوش ولا كنخدم به. اما ديال الماكينه رانا خديت 5 كيلو باقي عندي فيها النص تقريبا، باقي ليا بزاف يعني الشهر الاخر ما ناخذوش ان شاء الله الا بقينا في الحياه، والشهر الاخر ما ناخذوش باقي عندي. وصافي هذه هي التقضيه، نمشي دابا نجمعها وندوز نسقي ليهم الكسكسو باش يتعشاو شويه بكري هكا، ما نبغيش نحطو في الليل يباتوا يحلموا. يلا جماعه هادشي نتلاقاو ان شاء الله. دخلت السيبوره لبنات البيت، عاد تفكرت هاد البواطه ما وريتهاش ليكم، شريت هاد البواطه ب 50 ولا مع 60 لا 60 درهم، فيهم التصغيورين شوفوا شحال من وحده، وفيهم هادو وفيهم هادو وفيهم هاد الكبيره. صافي هادي خديتها من عيمن من اتقدا، وهادي ما دخلش الثمن ديالها كاع في التقضيه، هادي بوحدها. صافي البنات انا سقيت كسكسو طيبته واحد شويه بكري، غنخوي اللبن انا العزيزه كسكسو مع اللبن ومع العنب. شكون البنات كدير العنبه وسط الكسكسو وكدوز بها الكسكسو؟ المهم الدكان راه معروف فين تياكلوا العنب بالكسكسو، دابا في العروبيه كيحطوا لنا هكا العنب وكنديروا عنبه وسط الكسكسو وكنلقموها وكندوزها في عواد الخضره كتجي زوينه. ها هو البنات السلاوي، واحد الاخت كانت قالت لي على السلاوي دير لنا كسكسو بالسلاوي، السلاوي راه تنصبي به عادي، ملي تبغي ديري القرعه الحمراء ديري السلاوي حتى هو راه كيطيب كيمشي الزبده حيت هو كيطيب بالزربه، ما ديريش مع الخضره. وكتبات لي واحد الاخت عاوتاني قالت لي ان الوالده ديالها نصبات بالسلاوي وجات الماقه كلها حاره، ديما السلاوي ذوقوه ملي تنقيو السلاوي ذوقوه من تحت بلسانكم، راه الا كان حار كتبان الحروره ديالو. صافي هذا هو النهار ديالي، شاركتو معاكم البنات، تقديت ودرت العشاء ووريتكم التقديه ديالتي. بالنسبه للحوت ما كناخذوش كثير هكا، دابا غالي ما كناخذوش كثير، ان شاء الله هكا منين نبغيه نجيب داك الكيلو ولا جوج كيلو ونديرو للغدا. اللحم باقا ما خديتش حتى هو، ناخذ شي كيلو نقسمو. وصافي هادشي اللي كاين باش ندوزو الشهير داكشي اللي عطا الله. كما عارفين دابا راه كاين الدخول المدرسي وكاين الكتب وكاين المصاريف، واحد يقتصد واحد شويه وصافي الى رقم يقتصد. ونهاري هو هذا دوزتو معاكم، نتمنى يكون الاعجاب ديالكم، ونبغي نشكر البنات كلهم اللي قالوا لي مبروك على مصطفى، الله يبارك فيكم والله يطرح لكم البركه في وليداتكم وداكشي اللي كتمناو تشوفوه فيهم ان شاء الله، والله ينجحهم في حياتهم يا ربي.
بالنسبه للسونتر ماشي ديال روش نوار، روش نوار اصلا ما تقبلش فيه. هذا السونتر ديال سباته، داك السونتر الالماني راه معروف في سباته هو اللي تقيد فيه. يلا البنات هنا غتكون نهايه ديال الفيديو، نقول لكم بالسلامه عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله باذن الله. بالسلامه عليكم، خليت لكم الراحه وفي امان الله.